قلت لي بقى بالصلاة على النبي كده، دي عملية ايه؟ عملية زايدة دكتور. زايدة ولا ناقصة؟ حلاوتك يا محاسن، شكلها هتبقى ليلة زي الفل. انا بس عايز ايه؟ عايز اشوف الزايدة دي يمين ولا شمال. ثانية واحدة، خدناها في سنة تالتة دي، بس الواحد زي ما تقول بقى ايه؟ ينسى ال والله اعتقد يا دكتور ان الزايده تبقى على اليمين. لا يا دكتور، دي عدم اللا مؤاخذه بتبقى شمال. يمين يا محاسن. طب وحياتك بتبقى شمال يا دكتور؟ شاع دكتور. ايوه جيت في وقتك عوض. بقول لك ايه، ما تعرفش الزايده دي بتبقى يمين ولا شمال؟ طب تعالى كده، الزايده بتبقى في النص. في النص؟ في النص يا عوض. يا عوض بقول لك الزايده يا عوض، ما تركز معايا. اسمع كلامنا يا دكتور والنعمة، زي ما بقولك كده، ازاي ده شمال عدم اللا مؤاخذة؟ والنعمة انت اللي شمال يا محاسن. ليلتنا عناب. طب انا بقول ايه، احنا نفتح قيصري وندور عليها براحتنا. علي النعمة، الراجل ده بيقول كلام زي الفل. يلا على البركة. يلا محاسن، شغالي بقى الكاسيت عشان الواحد يشتغل بمزاج، وهاتيلي المشرط الكبير من عندك. من عينيا يا دكتور. تسلم لعيونك يا غزال. اديك جلوكوز بالجوز، اديك تعمل قراجوز، اديك جلوكوز بالجوز، اديك تعمل قراجوز، اديك بيتادين في الواوا، اديك وهتبقى حلاوه، اديك بيتادين في الواوا، اديك وهتبقى حلاوه. يا راجل عيب عليك بقى. يوم ايه ده؟ يا محاسن، يخرب بيتك وبيت سنينك، ما تهمدي شوية بقى. الله، عجبك كده؟ اهو الشاي وقع في قلب العيان، اعمل ايه هنا دلوقتي؟ يو حقك عليا والنبي يا اخويا. انا قلت لك بلاش البت دي، قلت لك بلاش البت المزهوية دي، انا عارفها. عوض قاعد من ورا يلعب لها في ودانها وهي قاعدة، يعني مش طريق الشغل دي الحقيقة، يعني دي بقت مليطة يا محاس. بس بقى انت كمان، بس بقى. الله، ده احسن والنعمة اديك بالمشرط ده في وشك. ايه ده؟ الله، خلينا نشوف فين ام الزايده دي عشان نخلص بقى. دي ايه الليله السودا دي؟ طيب اما حاسم. نعمين يا دكتور. هات البتاع ده اللي عامل كده، البتاع ده اللي عامل كده، مش فاكر اسمه ايه ده يا اخويا. ايوه هو البتاع ده. وانت ايش الدبانه دي عقبال ما اتكلم في الموبايل. طيب ايوه الزمل، بص بقى، انا فتحت بطن العيان فايه مش لاقي الزايده او النعمه. خليك معايا بقى كده واوصف لي هي فين بالظبط. بس بقى هياخد باله. البنكرياس في ايدي اهو. ده الطحال يا دكتور. ايه؟ ده باينه طحال. طب استنى كده، اهو البنكرياس اهو، اعمل ايه بقى؟ يو ده الكبد يا دكتور. يا دي النيله، عجبك كده محسن؟ اهو اتزفلط وقع مني. استنى يا زمر، خليك معايا ثواني معلش. انت يا ابني هات لنا البتاع اللي وقع تحت ده. وانت عامل ايه؟ مش زي المدام والاولاد؟ طب عال عال عال، يبقى خلينا نشوفك بقى. شكلي كده مش لاقي يا دكتور. ايه؟ يوه، يبقى مفيش غيرها القطه بنت ال تلاقيها كلاته. احيي في الغد سفنجه، اديك في البطن سفنجه، اديك في الغد سفنجه، اديك في البطن سفنجه، اديك في الدم صفايح، تاخد وتقول انا رايح، اديك في الدم صفايح، تاخد وتقول انا رايح، اديك انبول في وريد وتقول كله يا وليد، اديك انبول في وريد. اوف، اخيرا 6 ساعات يا ولاد الذين بنعمل زي ده، 6 ساعات. معلش يا دكتور، اهي تمت على خير. الحمد لله. ده الواحد كان ايه ده؟ هو الموبايل بتاعي فين؟ ها؟ محدش شاف الموبايل بتاعي؟ الموبايل؟